السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل مشاهدينا في كل مكان من داخل منحى العسل بسملة. نهاركم أبيض إن شاء الله، الشمس لسه بتطلع أهو. وخليكم معايا كده واحدة في واحدة، كده واحدة بواحدة بفضل الله، عشان نعرف النحل بتاعنا موجود في الزراعة ولا موجود فين. بسم الله. طبعا انا من غير القناع، بس كده ايه عشان خاطر ايه، ممكن النحل دلوقتي يقرصنا كده زي ما انتم شايفين. النحل بص عامل ازاي، ما بيهزرش. الصلاة على النبي، النحل بتاعنا بيتغذى من الطبيعة زي ما انتم شايفين كده. الصلاة على النبي، الله اكبر الله اكبر. كده شايفين النخل كده، الدنيا بقى والطبيعة هنا بالصلاة على النبي، الله اكبر. يعني حاجة جميلة جميلة جميلة. النحل بياكل من الزهور، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني حاجة جميلة جميلة جميلة. وادي الشجرة يا جماعة اهو، دي شجرة ليمون دي، الله أكبر. زي ما انتم شايفين اهو، طبيعة طبيعة طبيعة. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي اهو، بلح اهو على الشجرة اهو، لسه بيطلع اهو، ما شاء الله. ما شاء الله، الله أكبر. الريف وجمال الريف وحلاوة الريف. بصوا الريف عامل ازاي، بصوا الريف عامل ازاي بالصلاة على النبي، الله أكبر. يعني الله أكبر، يعني جمال الريف وحلاوة الريف. الله أكبر ما شاء الله. معاكو واحدة بواحدة، واحدة بواحدة كده، الله أكبر. بصوا يا جماعة النحل، النخل بسم الله الله أكبر. بصوا النخل قد إيه، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. لسه ما جبناش اخير، اهي اهي فضل الله، وفيها بلح فوق اهو، في غيرها كتير هنا اهو. بصوا النخل قد ايه، ما شاء الله. طبعا في موسم البلح بقى النحل بيتغذى على ايه، على الزهره بتاعت الايه، البلح ان شاء الله. بصوا الدنيا جميلة ازاي هنا، الأرياف وحلاوة الأرياف، الأرياف وحلاوة الأرياف. عايزكم كده تتمتعوا كده معايا، وتمتعوا انكم كده بقى من الأرياف وجمال الأرياف والقعدة العربي بقى اهي. يا عيني على الجمال، بصوا بقى بالصلاة على النبي كده، بصوا القعدة العربي بقى، جمال القعدة العربي. القعدة العربي وجمال القعدة العربي كده، والأرض بقى بتتسقي إيه كمان هنا بقى، بتتسقي بقى من إيه بقى، بلف معمول في الأرض كده، مية جوفية جميلة زي ما أنتم شايفين أهي، دي المية الجوفية. ما شاء الله الله أكبر، ما شاء الله الله أكبر. طبيعة طبيعة طبيعة. اهم حاجه يا جماعه النحل بتاعنا يكون ايه، متغذي على الطبيعه، متغذي على ايه، على الطبيعه. هو زي ما انتم شايفين اهو الطبيعه. بصوا كده نقرب كده على الشجر كده، ها هنلاقي في ايه، الثمره اهي على الشجر اهي، شايفين الثمره على الشجر اهي. الصلاه على النبي، الله اكبر. يعني الطبيعي طبيعي بفضل الله، الطبيعه طبيعة. حب بقى تقعد هنا كده في الريف بقى، حاولت حلاوة الريف وجماله يا جماله. بصوا في النخل بالصلاة على النبي كده،
بتستريح نفسيا كده لما تشوف الطبيعة كده وتشوف الايه الزهور وتشوف الزرع كده يعني بص الكرسي المتواضع ده نخلة نخلة كده بايظة كده ماشي، وده عامل الكرسي اهو تقعد هنا كده كرسي بالصلاة على النبي، وبرده هنا برده كرسي اهو. زهور بقى، بص الزهور بقى الطبيعة عامل ازاي، ده صنع الخالق ده، شفتوا بقى النحل بتاعنا بياكل ايه، طبيعة ازاي وجمال ازاي، يا جماله يا جماله يا حلاوته يا حلاوته، يا جماله يا جماله يا طعمته يا طعمته. بص الزهر عامل ازاي اهو، شفت الزهر عامل ازاي، شفت الدنيا عامل ازاي، نباتات جميلة وزرع جميل وقعدة حلوة ها. بص القعدة عاملة ازاي، الصلاة على النبي والنخل. خلي بالكم يا جماعة والله متعة متعة كده، وانت قاعد كده في الريف ماشي وسط الريف كده جو جميل، تستنش كده حاجة حلوة كده. وادي الصبارة اهو، الصبارة اهو مزروعة برضه صبارة اهو يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر ما شاء الله، الله أكبر بسم الله ما شاء الله، الله أكبر إن شاء الله بأمر الله. انتظرونا في كل جديد من داخل منحل عسل بسملة، من داخل الطبيعة، وشوف بنفسك الطبيعة معانا والخيال اهو، عايزك تشوف بنفسك اهو كله بالصلاة على النبي طبيعة كده. مش في ناس بتجيب النحل ده تحبسه وتأكله، لا انت تسيب النحل على طبيعته يطير كده وياكل كده من الزهور كده، وياكل من النباتات كده، وياكل من الرحيق، وبعد كده يحول الرحيق ده لبطنه العسل، يجي بقى ايه عسل طبيعي، ويجي فايدته حلوة، ويكون واكل كده وشبعان كده ومتغذي ماشي من الطبيعة والدنيا. انا معاكم واحدة واحدة اهو، نحلة اهو، نحلة اهو، بس مش عايزين نصحيه النهاردة، سيبوا نايم شوية كده. النحلة اهو يا جماعة، نحلة قاعدة اهو، الصلاة على النبي، الله أكبر. النحلة عايزها جبنة، وأنا من غير قناع وما عنديش استعداد إن أتقرز دلوقتي. ده ايه ده بقى، ده بالصلاة على النبي، اه ده رمان، شايفين الرمان على الشجر يا جماعة اهو، الرمان هو على الشجر ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. وده ايه ده، برتقان، ده لسه بيطلع، ده اهو برتقان لسه بيطلع، الصلاة على النبي. بصوا زي ما عودناكم كده من قلب الحدث، الطبيعي طبيعي والطبيعة طبيعة، الله أكبر. يعني شوية زرع يبصوا كده يجلوا الصدر كده ويخلوك نفسيا كده جميل، يعني بالصلاة على النبي. دي الليمون اهو، الليمون اهو، بصوا لسه بيطلع اهو الليمون اهو، ما شاء الله على الليمون وجمال الليمون. طبعا يمين وشمال زرع، يمين اهو ده اخر الطريق، وشمال اهو كل ده زرع اللي انا ماشي فيه يا جماعة. نفتح الكاميرا كده شوية، كل ده زرع يا جماعة، كل ده خير. دي بقى كمثرى بقى، جيب الكمثرى كده بقى بص عليها كده، ده موالح يا جماعة، كمثرى اهي على الشجرة اهي، كمثرى اهي ماشي، وفي كمثرى تاني فوق اهي ماشي، كمثرى اهي. يعني ايه كمثرى؟ يعني مالها ومال النحل الكمثرى، ومالها ومال العسل؟ ما هو العسل الموالح بتاعنا بيبقى متغذي على برتقال، ليمون، لوسفندي، جوافه، كمثرى، كيوه،
كل ده عسل اسمه عسل موالح، ما تغذى على كل الايه الزهور دي، الزهره بتاعت الايه الفاكهه. زرعه زي ما انتم شايفين ما شاء الله على جمال الزرع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني لازم يكون النحل كده عايش كده في جو طبيعه كده، يعني نحل عايش في جو طبيعه، جو طبيعه وجو خيال. الصلاه على النبي. الله اكبر الله اكبر. نار ابيض، هنيجي نبص عندك دلوقتي اهو حبيبي. عليكم السلام، نهارك فل ان شاء الله يا باشا. ما شاء الله عليكم، عاملين شويه شغل حلوين قوي. الحاج مصطفى جاي دلوقتي اهو، مصطفى عامر. زي ما انتم شايفين الدنيا جميله. بصوا الريف، ما فيش اجمل من الريف. الريف وحلاوه الريف وشغل الريف بالصلاه على النبي. الله اكبر، يعني حلاوه الريف وجمال الريف والناس الطيبه. السلام عليكم، نهارك ابيض. الصلاه على النبي. الله اكبر. بصوا ده هنا بقى بيصنعوا ايه بقى؟ بيصنعوا جمال، بيصنعوا جمال. الناس الشقيانه بجد، الناس التعبانه بجد وشقيانه بجد، ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. بصوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني الريف وحلاوه الريف وجمال الريف. الصلاه على النبي. الله اكبر. الصلاة على النبي. الله أكبر. إن شاء الله بأمر الله انتظرونا بفضل الله في كل جديد، فيديوهات جديدة في منحل عسل بسملة.